نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. في الرقة، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو أن 3000 مدنية غادروا المدينة، كما أعلن انتهاء عمليات إجلاء مسلحي داعش مع خروج 275 مسلحا. سلو أعلن أن المعركة مستمرة مع بقية المسلحين الأجانب البالغ عددهم نحو 300 الذين لم يخرجوا من المدينة. وكالة الأنباء نقلت عن مسؤول في المجلس المدني للرقة أن بعض مسلحي داعش الأجانب غادروا المدينة في إطار عملية الإجلاء. إلى منطقة إدلب، حيث واصلت القوات التركية انتشارها، وأفادت تنسيقيات المسلحين بوصول رتل عسكري من الجيش التركي يرافقه مسلحون من جبهة النصرة إلى جبل الشيخ بركات في ريف حلب الغربي. وقد انتشرت هذه القوات ولا سيما في مناطق جبل الشيخ بركات ودير سمعان غرب حلب، وكانت 3 أرتال من الآليات العسكرية التركية قد توغلت في هذه المنطقة. هذه الأعلام التركية تؤكد تقدم القوات التركية في إدلب شمال سوريا، تقدم أدانته الحكومة السورية واعتبرته عدوانا سافرا على سيادة وسلامة أراضيها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. الخارجية السورية شددت في بيان لها على أن ما وصفته بالتوغل التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي جرت بين الدول الضامنة لاتفاق أستانا، مشيرة إلى أنه يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها. مطالبة الخارجية السورية بخروج القوات التركية من الأراضي السورية من دون أي شروط يشير بحسب مراقبين إلى تجاوز أنقرة لما جرى الاتفاق عليه في أستانا مع روسيا وإيران وخرقها شروط تطبيق اتفاق خفض التصعيد، ما يثير الشبهات حول هدف التوغل التركي داخل إدلب. تركيا تواصل إذن تدخلها في إدلب من خلال نشر عشرات الجنود والمدرعات في المحافظة وإرسالها وفودا عسكرية استطلاعية للمواقع التي تنتشر فيها قواتها. وقد أكدت تنسيقيات المسلحين وصول رتل عسكري تابع للجيش التركي يرافقه مسلحون من جبهة النصرة إلى جبل الشيخ بركات في ريف حلب الغربي المطل على مدينة عفرين، وذلك لتثبيت نقاط جديدة لتركيا، ما يشير إلى احتمال ذهاب أنقرة باتجاه تنفيذ أجندة خاصة بها في الشمال السوري. أفاد مراسل الميادين في دمشق عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في قصف للمسلحين على دمشق القديمة. وأضاف مراسلنا أن القصف استهدف أيضا طريق طبالة جرمانة، هذا فيما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية عن سقوط قذائف هاون على ساحة العباسيين في دمشق. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن فرض واشنطن عقوبات قسرية على إيران يعبر عن عدم التزام أمريكا بالمواثيق والمعاهدة الدولية. المصدر اعتبر أن محاولات إدارة ترامب للتملص من الاتفاق النووي تأتي تلبية لمصالح إسرائيل والتيار الداعم لها في واشنطن، وأعرب عن تضامن سوريا مع إيران في تحقيق مصالح شعبها وفي مواجهة السياسات العدوانية الأمريكية ضد شعوب المنطقة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه إذا تم إلغاء الاتفاق النووي فإن بلاده ستوقف تنفيذ البروتوكول الملحق. صالحي أشار في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إلى أنه تمت زيارة منشأة برشين 3 مرات من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتبين أن كل المزاعم والاتهامات التي كان يروج لها البعض غير صحيحة. أما بالنسبة إلى إعادة تصميم مفاعل أراك، فقال صالحي أن التعاون مع الروس يسير بشكل جيد. وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على مقار وتحصينات وخطوط إمداد إرهابي داعش وفي مدينة محسن وقرى بقرص فوقاني وشرق بقرص تحتاني والبوليل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابي وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة. كانت وحدات الجيش استكملت الطوق المفروض على أحياء مدينة دير الزور والتي لا يزال إرهابيو داعش ينتشرون فيها بعد أن استعادت السيطرة على مدينة الميادين. وهذه لقطات خاصة بالمركز الإخباري من داخل مدينة الميادين والمعارك التي رافقت استعادة السيطرة.
كما وثقت كاميرا المركز الإخباري مشاهد لأكبر مقر إرهابي داعش وعتادهم وأسلحتهم الثقيلة في مدينة الميادين بريف دير الزور، إضافة إلى قتلى التنظيم الإرهابي. إلى ذلك، أحبطت الجهات المختصة محاولة إيصال مجموعة متطورة من أجهزة الاتصال إلى المجموعات الإرهابية جنوب سوريا بعد أن تم تهريبها من تركيا. من خلال متابعة دقيقة للجهات المختصة، تم ضبط محاولات المجموعات الإرهابية المسلحة لنقل أجهزة اتصال مهربة ومتطورة من تركيا إلى الجماعات الإرهابية بالمنطقة الجنوبية. وهذه التجهيزات كانت ستستخدم لتأمين التواصل فيما بينهم لمسافات بعيدة، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة المتابعة الحسيسة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة. تستخدم هذه التجهيزات من أجل ربط محطتين متباعدتين بوصل ميكروي لمسافة قد تصل إلى عشرات الكيلومترات وبسعات اتصال عالية. ممكن نوصل مع من الأجهزة الثانية. استشهد شخصان بسبب إطلاق المجموعات المسلحة قذيفتيها ونعل منطقة باب شرقي بدمشق، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لمراسل الأخبار أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم منطقة باب شرقي بقذيفتي هاون سقطتا على جمعية الإحسان، ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية. ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت منطقتي العباسيين والشاغور بعدد من القذائف، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. 100 متطوع من أبناء الحسكة يتوجهون إلى دير الزور لمؤازرة الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب. منذ إعلان الجيش العربي السوري بدء تطهير محافظة دير الزور من المخلوقات الداعشية المجرمة التي عاثت فسادا وإجراما بحق أهلنا في دير الزور، قوافل المتطوعين من أبناء محافظة الحسكة لمؤازرة الجيش العربي السوري لم تهدأ وتيرتها. 100 متطوع من أبناء الحسكة الشرفاء الغيارة على وطنهم الأم سوريا يتوجهون إلى ساحات القتال ليشاركوا رجال الله في معركة التحرير والنصر المؤزر على قوى الإرهاب والظلام. نحن أبناء محافظة الحسكة بأن نشارك
جيشنا الباس الفرحة انتصاره الكبرى ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، قررنا اليوم الذهاب بهذه الحملة من أجل تمشيط مدينة دير الزور من دنس الإرهابيين التكفيريين ومؤازرة جيشنا الباسل. احنا جاهزين للقتال في كل سوريا وفي كل شبر بسوريا تحريرا من الإرهاب إن شاء الله، وقادمين إلى دير الزور نحررها من الأنجاس الدواعش. نحن قوات الدفاع الوطني حين نجهز هذه الدفعة الرابعة ونرسلها إلى ريف دير الزور الغربي والشرقي حيث لا خطوط حمراء على جيش السوري والقوات الرديفة، يحدون الأمل بأن نسمع خطاب النصر النهائي يلقيه سيد الوطن معلنا نهاية الأزمة وتحرير كامل الثرى السوري. نحن قوات الدفاع الوطني طاعين الرديف للجيش العربي السوري لدحر الإرهاب في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. نحن أبناء الشعب السوري ذاهبون من هنا من القامشلي إلى أرض الشام ومن هناك إلى دير الزور للقضاء على الإرهاب. هم أبناء سوريا حيثما ناداهم الوطن لبوا النداء وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يبقى الوطن مصانا عزيزا. أكدت سوريا أن تهديد الإدارة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات قسرية جديدة عليها يظهر بشكل جلي عدم احترام هذه الإدارة للمواثيق والالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويظهر عدم إمكانية الوثوق بالمواقف التي تتخذها هذه الإدارة تجاه الأمن والاستقرار الدولي. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن انقلاب الإدارة الأمريكية على هذا الاتفاق واستخدامها لغة التهديد أمر مرفوض، خصوصا أن إيران التزمت بالاتفاق بشكل صارم وفق ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المصدر أن سوريا لم تفاجأ بوقوف إدارة ترامب ضد الاتفاق وسعيها للتملص منه انسجاما مع المواقف المعادية له من قبل الحكومة الإسرائيلية وداعميها، في الوقت الذي تساهم فيه إيران بشكل فاعل في مكافحة الإرهاب في المنطقة على عكس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتابع المصدر أن سوريا تدين سياسات العدوانية للإدارة الأمريكية الموجهة ضد مصالح الشعوب والتي من شأنها زيادة أجواء التوتر في المنطقة والعالم، وتعرب عن تضامنها مع إيران وحقوق الشعب الإيراني في تطوير قدراته التكنولوجية والعلمية والتنموية. تناول لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الوفد الإعلامي الإيراني الذي يزور سوريا حاليا برئاسة عبد العلي علي عسكري رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية للارتقاء بهذه العلاقات لتتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية. وبين المهندس خميس أهمية قطاع الإعلام ودوره في تنمية العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما قضايا مشتركة، معربا عن تقديره لوسائل الإعلام الإيرانية التي تعمل بموضوعية على تغطية الأحداث التي تجرب في سوريا وإظهارها حقيقة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإعلام يمثل أحدى أهم البنى الأساسية للتنمية الثقافية، يطلع بدور محوري في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ولا سيما الغزو الثقافي والفكر التكفيري، ما يتوجب علينا بذل جهود مضاعفة لتحصين الأجيال من جميع الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعاتنا وبناء الإنسان بالشكل الصحيح الذي يحمل ثقافة المحبة والسلام، موضحا أن الحكومة تعمل لإعادة بناء الفكر الصحيح ضمن مشروع التنمية البشرية. وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على الدعم الذي تقدمه للشعب السوري في مختلف المجالات، مبينا أهمية تطوير العلاقات الإعلامية من خلال تأسيس بنية تحتية إعلامية ووضع أسس للتعاون المستمر في هذا المجال. من جانبه أوضح رئيس الوفد الإيراني أن العلاقات بين سوريا وإيران تتوسع يوما بعد يوم في مختلف المجالات، ما يحتم على وسائل الإعلام مواكبتها تطوير التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء وضع آليات للتعاون الإعلامي تتضمن دورات تدريبية للكوادر وتبادل الزيارات بشكل مستمر وإنتاج مواد إعلامية مشتركة
تعزز الثقافة المشتركة بين البلدين. اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء أكد في هذا اللقاء على قوة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين قيادة وشعبا، وأكد خاصة هذه العلاقات التي توجد وتعمدت باختلاط الدماء دفاعا عن ماضي وحاضر ومستقبل هذه المنطقة ودفاعا عن مشروع محور المقاومة، وبالتالي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات الإعلامية والعلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية خدمة لقضايا البلدين. وبالتالي أكد السيد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة توسيع العلاقات الإعلامية وتكريس العلاقات الثقافية أيضا في مواجهة وتحصين الأجيال القادمة في هذا في المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية من والدفاع عن ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى تقسيم هذه المنطقة وتشويه الإرث الثقافي والحضاري لهذه المنطقة. وزير السياحة المهندس بشر اليازجي بحث أيضا مع رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران سبل تعزيز العلاقات السياحية بين سوريا وإيران، واتفق الجانبان على تبادل المواد الترويجية والخبرات الإعلامية وإيضاح ما تمتلكه سوريا من إرث حضاري يعود إلى آلاف السنين، حيث لفت اليازجي إلى المشاريع والبرامج التي وضعتها الوزارة في مجال الترويج والتخطيط والاستثمار للنهوض بالقطاع السياحي، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي في سوريا نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها. رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران أعرب عن تفاؤله باستئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى سوريا خاصة الدينية منها واستمرار مسيرة التنمية والإعمار فيها بما يسهم في عودة سوريا إلى حالتها الطبيعية، مؤكدا أنها ستخرج من محنتها منتصرة وأقوى من قبل وسيكون هناك رونق أجمل للسياحة فيها. العمل على إعادة حركة السياحة الدينية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سوريا، ولا شك أن هذه الحرب الظالمة التي فرضت على سوريا كان لها الأثر الكبير في يعني أن تكون بعض الموانع أمام هذا المجال، لكنني أعتقد أن سوريا منتصرة في النهاية وستعود أقوى إلى المجال. تناول العديد من المحاور، أهم هذه المحاور هو الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في مجال إيضاح الصورة ما بين البلد، الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا وأيضا صورة الواقع في إيران لتعزيز العلاقات الاجتماعية الثقافية وأيضا السياحية ما بين البلدين. اتفقنا على تبادل المواد الترويجية ما بين البلدين إن كان في الجانب السياحي أو في كافة الجوانب. من جهته أكد محمد الأحمد وزير الثقافة خلال لقائه الوفد الإعلامي الإيراني عمق العلاقات الثقافية السورية الإيرانية وارتباطها بثقافة المقاومة كاستراتيجية مشتركة لكلا البلدين، ولفت الوزير الأحمد إلى أن الثقافة السورية متواجدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما الثقافة الإيرانية موجودة في سوريا، وقال الأحمد عبر ثقافة المقاومة التي تجمعنا ننقل إلى العالم بأسره حضارة وعمق وأصالة الشعبين اللذين ينتميان إلى تاريخ مجيد وحضارة عريقة وتعرضا للاستهداف لما يمتلكانه من ثقافة متجذرة في التاريخ. بدوره رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أكد على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في المجال الثقافي وخاصة فيما يتعلق بقضية ثقافة المقاومة، هذه الثقافة التي مكنتنا من التصدي للكيان الصهيوني وقوى الاستكبار والانتصارات التي تحققها شعوب المنطقة اليوم ضد العدوان الخارجي سوف تعزز من حضور ثقافة المقاومة، مشيرا إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تخطط لتعاون أوسع مع وزارة الثقافة في سوريا بكل المجالات. حقيقة نعمل لاستراتيجية مشتركة هي ثقافة المقاومة بكل معانيها. نستطيع أن نقول دائما أن الثقافة فعل يتجدد دائما بين البلدين، ونحن يعني دائما الثقافة السورية متواجدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما الثقافة الإيرانية موجودة في الجمهورية العربية السورية. لدينا دائما أسابيع ثقافية وسينمائية، ولدينا دائما هموم مشتركة، ونحن نسجل هنا وقفة الشعب
الإيراني قيادة وحكومة وبكل المعاني، إلى جانب القضية العادلة التي نناضل من أجلها في سوريا. تكلمنا في أواصر أو مجالات التعامل والتعاون بيننا في المجال الثقافي، وخاصة فيما يتعلق وقضية ثقافة المقاومة. هذه الثقافة التي مكنتنا من التصدي للكيان الصهيونية وقوى الاستكبار، وأرى أنه من الضروري أن تتم يعني دائما التركيز على هذه ثقافة المقاومة التي هي في الأساس ترتكز على الفكر الإسلامي الصحيح. شارك وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي الذي واصل أعمال جمعيته العامة 137 في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع بينت الدكتورة فادية ديب عضو مجلس الشعب أن تحقيق الديمقراطية يتم من خلال رفع الكفاءات العلمية والعملية وامتلاك المعرفة لدى الشباب وتطوير آلية التفكير لديهم وتكريسها كثقافة مجتمعية. ودعت الدكتورة ديم إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري للتخفيف من معاناته. وفي اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي أشار عضو المجلس محمد عجيل في كلمة له إلى أن الشباب السوريين يتحملون منذ بدء الحرب الإرهابية على سوريا مسؤولياتهم بشجاعة في شتى مناحي الحياة، ولا سيما من خلال الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري ومتابعة أعمالهم ووظائفهم.